أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي استديو البطولة والجولة الرابعة من الدوري الموريتاني. نبدأ بمواجهات اليوم الأول في الملعب الأولمبي تفرق زينة في مواجهة نادي الشرطة الوطنية. هذا اللقاء انتهى بفوز نادي تفرق زينة بثلاثة أهداف دون رد. هدف اللقاء الأول كان من أمضاء المهاجم يلي ديارا، بينما الهدف الثاني تكفل به لاعب الوسط يعقوب دينا. هدف اللقاء الثالث كان من أمضاء اللاعب صامبا عبد الله. Nous avons contrôlé la rencontre d'un bout à l'autre et nous avons eu le résultat qu'il fallait. Maintenant, sur le plan de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons commis peut-être une faute administrative. نحن مهم عندنا لا 3 بوينت، فيكتوار هي المهمة، حد يلعب ملعب مهمة لا 3 بوينت تعود تقبل عليك يكبر. On a vécu une soirée un peu pénible face à un adversaire très costaud comme Tavrazen. Bon, Tavrazen a eu la chance de conserver son effectif depuis l'année passée. Pendant que la police, nous, on a perdu presque la moitié de notre effectif. Donc il fallait cette année recommencer à zéro. Donc c'est ça les difficultés qu'on a vraiment pour le début de ce championnat. دائما مشاهدينا الكرام في مواجهات اليوم الاول من الجوله الرابعه من الدوري الموريتاني، ولقاء صعب للغايه جمع بين نادي كينجز نواكشوط والعميد الاقصر الذي نجح في البوز بهدفين دون رد على نادي كينجز نواكشوط. مباراه صعبه كانت للغايه على العميد الاقصر. هدف اللقاء الاول جاء عن طريق ضربه جزاء نفذها المهاجم بشير جاي بنجاح، بينما هدف اللقاء الثاني كان من امضاء المهاجم بيجلي سالم. كينجز نواكشوط بعد ذلك حاول في عديد المرات العودة في النتيجة أو تقليص الفارق، لكنه لم ينجح مع كل هذه المحاولات. On a eu une mauvaise entame de match. On a pris deux buts sur des erreurs de marquage. Bon, mais en deuxième mi-temps, il y a eu la réaction, mais malheureusement, ça n'a pas abouti au but. Mais bon, de toute façon. On regrette la défaite, mais on continue à travailler et puis le championnat reste encore. Le coach a nous donné des explications pour bien concentrer sur le match. Bon, on a rentré sur le match, on a marqué deux buts. Nous, en première mi-temps, on n'a pas bien joué, on a encaissé nos deux buts, puis on a joué à très bras. En deuxième mi-temps, comme que j'en ai le coach, le vestiaire, on peut gagner ou gonfler les joueurs, ou attendre de confiance. Deuxième mi-temps, on a shift, on a marqué deux buts, plus on a gagné le match à 4 ou 5-0. Je suis en train de bâtir une équipe qui monte en puissance. Ça, il faut comprendre que cette équipe a 25 jours de travail. Donc ce n'est pas tout de suite que demain se fera. Mais on va respecter la compétition et la base physiologique d'une compétition. إلى مواجهات اليوم الثاني من الجولة الرابعة من الدوري الموريتاني، وإلى العاصمة الاقتصادية نواديبو، حيث دربي العاصمة الذي جمع بين نادي سنيب كانسادو وأفسا نواديبو، والأخير نجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهذا هو أول فوز في الدوري الموريتاني للمدرب الجزائري الجديد مصطفى السبع. هدف اللقاء الأول جاء عن طريق المهاجم إيدين أكروفي، بينما هدف اللقاء الثاني تكفل به اللاعب إيدي جوب الملقب ددية، ليعود بعد ذلك نفس المهاجم إيدين أكروفي ويمضي على هدفه الثاني في شباك نادي سنيم كانسادو. سنيم كانسادو بعد ذلك حاول العودة في النتيجة وقلص الفارق عن طريق لاعب الوسط إسلمو الشيباني في شوط اللقاء الثاني، لينتهي هذا اللقاء بفوز أفسن وديبو بثلاثة أهداف مقابل هدف. دائما مشاهدنا الكرام في مواجهة اليوم الثاني من الجولة الرابعة من الدوري الموريتاني، وإلى العاصمة نواكشوط ولقاء نادي الكونكورد ونادي الحرس الوطني، حيث نجح نادي الكونكورد بخطف ثلاثة نقاط مهمة من نادي الحرس الوطني عن طريق هدف يتيم تكفل بإمضائه اللاعب محمد مبارك الملقب غوشي. Malheureusement, il y a eu des fautes d'arbitrage qui nous ont coûté trop cher. Nous avons encaissé un but un peu dans la fin du match. Moi, j'ai pris l'équipe en cours juste après la fête. Donc, je n'ai pas pu faire un travail hivernal. Je savais que ça va être un match très difficile. Mais on a été vraiment réaliste. Et pour marquer un but, l'essentiel, c'est de prendre les trois points.
المواجهة الثانية جمعت بين نادي تجكجا ونادي الكدية القادم من مدينة زويرات. هذا اللقاء مالت كفته لصالح نادي تجكجا الذي أنهى هذا اللقاء بهدف دون رد كان من أمضاء اللاعب محمد سلكو في الدقيقة الرابعة من شوط اللقاء الأول. كان هدفا مبكرا على نادي الكدية الذي تحصل بعد ذلك على ضربة جزاء لكنه ضيعه، لينتهي اللقاء بفوز تجكجا بهدف دون رد. شغلة 90 دقيقة وحتى بهدف الدقيقة الأولى عندنا لا يعود يفوز مستحق. Un match correct. On peut gagner comme on ne peut pas gagner. C'est un match de football. On peut rien prévoir venir à l'avance. إلى مواجهة اليوم الثالث من الجولة الرابعة من الدوري، واللقاء الذي جمع بين نادي AGR ونادي تجونين وانتهى بفوز نادي تجونين بهدفين مقابل هدف. هدف نادي تجونين الأول كان من أمضاء اللاعب سيدي مبي في الدقيقة 25، لكن نادي AGR أعاد المباراة لنقطة البداية عن طريق المهاجم أليون أمادو في الدقيقة 27. يعود بعد ذلك نادي تجونين وينهي هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف عن طريق اللاعب إبراهيم ديالو. فريق شاب شاك عنه سنة إن شاء الله دور يبقى في الدوري، وهذا هو أهم شيء. نحن ننزل على البطولة كأبطال ندافع عن 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 لقبنا. Je peux encore confirmer comme j'ai dit la victoire. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai la victoire parce que c'est un match de 92 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, j'ai pas encore les 3 points. وشاكين جماهير جاو عذرونا هذه المباراة ندورهم يتموا لا يجونا مباراة قادمة. وشكرا الشباب كاملين، شكرا للجماهير مرة أخرى، شاكين الجماهير. آخر لقاء في مواجهات اليوم الثالث من الجولة الرابعة من الدوري الموريتاني جمع بين نادي دز متصدر الدوري ونادي الجيش الوطني. هذا اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. الجيش الوطني كان السباق في هز شباك نادي دز عن طريق اللاعب مامادو ديكو في الدقيقة 49، ليعود بعد ذلك نادي دز في آخر دقيقة من الوقت البدل الضائع ويتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب واد بكاي في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع. كل مرة تخصني فينيسيون بالون قدام كار دائما، وقلت التركيز كامل لابد من الإرادة والعزيمة. قلت التركيز هو اللي عدلنا دي ماتش نبردوهم، ودم مني ماتش ديميني ماتش ما ماركو ديميني ماتش ما ماركو انا خاصنا شوي من التركيز. تعادلنا مع فريق دز كان في الجوله الماضيه هو متصدر الدوري، وذا التعادل جاء نتيجه لجهد وعمل من الاداره ومن اللاعبين كاملين كتفوا جهود ياك ينهضوا بالفريق من هذه الحاله اللي كان فيها. بون اون ا في ان موفيز انتام سي كي ا فيك لي نو زيلما افي اون بريسيون سي با مي سي Ils ont eu un empêchement de jeu. فصل إعلاني مشاهدي الكرام، نعود بعده مباشرة لترتيب فرق الدوري عقب انقضاء الجولة الرابعة من الدوري. ترغبون في إجراء اتصالات مجانية؟ أن تتصفحوا الإنترنت بربط سريع ومستقر؟ اكتشفوا ديو اللامحدود، عرض حصري لموريتيل. الهاتف الثابت والأدسل في عرض واحد. استفيدوا من الهاتف الثابت مجانا لمكالماتكم نحو جميع الهواتف الثابتة لموريتيل، ومن خيارات عديدة لسرعات الربط بالأدسل انطلاقا من 512 كيلو إلى أعلى سرعة تصل إلى 12 ميجا. للمنزل أو للمكتب ديو اللامحدود بسعر استثنائي ابتداء من 4490 أوجيا للشهر. موريتيل، عالم جديد بين يديك. Véritable locomotive du système bancaire, At-Tijari Bank Mauritani est un partenaire incontournable aux entreprises et aux particuliers. Grâce à son vaste réseau d'agences, At-Tijari Bank vous offre un service de proximité. At-Tijari Bank, c'est surtout la banque qui propose à tous ses clients une large gamme de produits et services. La carte de retrait interbancaire EasyCard, ainsi que la carte Visa Première Internationale. Le SMS Banking, pour être informé en temps réel des activités sur votre compte. Le pack Mourir, pour les fonctionnaires, afin de gérer leur compte à distance et de bénéficier de facilités de caisse gratuites. Pour les nouveaux clients, le pack Marahba,
qui offre une gamme complète de produits et services dès l'ouverture du compte. At-Tijari Bank Mauritanie propose également des produits bancaires islamiques certifiés conformes à la charia par le comité constitué des éminents oulamas de la Mauritanie. At-Tijari Bank, croire en vous. بعد انقضاء الجولة الرابعة من الدوري الموريتاني لنشاهد ترتيب فرق الدوري. دعونا الآن مشاهدنا الكرام نشاهد مواجهات الجولة القادمة من الدوري الموريتاني. لمزيد من الأحداث الرياضية المتعلقة بكرة القدم الموريتانية بإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعتها عن طريق قناة اليوتيوب التابعة للاتحاد الموريتاني لكرة القدم أو عن طريق الصفحة التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم على الفيسبوك. لم يتبقى مشاهدنا الكرام إلا أن أودعكم، ألقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج استوديو البطولة. في أمان الله.